يعني فيما يتعلق بالعملية البرية وتأجيلها على قطاع غزة، قيل إن تم تأجيلها بسبب الظروف الجوية. ما حقيقة الأمر؟ هل فعلا تم التأجيل بسبب الظروف الجوية، أم أن هذا يشي بأن هناك خلافات بين الساسة والعسكر الإسرائيليين؟ يعني العذر الذي قاله هو عذر غير منطقي وغير مقبول. يعني كون هذه المعدات والآليات العسكرية يعني تستطيع أن تعمل في أي ظرف كان. يعني نحن نتحدث عن طائرات مقاتلة، عن دبابات، عن إمدادات لوجستية، فبالتالي كل ذلك يعني أصلا مؤهل للعمل في أسوأ الظروف الجوية. وأصلا يعني الجو في فلسطين بالوضع الطبيعي هو جو معتدل، فمن العبث يعني الحديث عن مثل هذا الخيار. لكن ما يحدث الآن هو خلاف شديد جدا، ويعني لنقل صراع حول مسألة الدخول البري. من جهة الحكومة الصهيونية تريد أن تدخل إلى قطاع غزة بأي ثمن، نتنياهو محموم مسعور، يريد أن يحقق صورة انتصار أيا كان هذه الصورة ومهما كلفت هذه الصورة، في حين أن الجيش يعني لديه الكثير مما يقول في هذا الشأن. الجيش يرفض أو يتحفظ على الدخول في العملية العسكرية لعدة أسباب. يعني السبب الأول هو أن الهدف غير قابل للتحقيق، وهو القضاء على حركة حماس، وهذا الهدف الذي أعلنه الاحتلال في العام 2008، وأعلنه الاحتلال في العام 2012 وفي العام 2014، وكل مرة كانت يعني حركة حماس بعد الحرب تعود أقوى وأصلب عودا. فبالتالي الهدف غير قابل للتحقيق. أيضا الاحتلال يعاني من نقص كبير في الآليات والدبابات والمجنزرات، وخصوصا بعدما دمرته المقاومة في عملية أو بداية عملية طوفان الأقصى. أيضا هناك يعني الجيش يقول بشكل صريح وواضح: نحن لا نعلم ما الذي تعلمه حماس عنا. المقصود من ذلك أن كتائب القسام عندما اقتحمت المواقع العسكرية حصلت على كنز استخباراتي لا يقدر بثمن. نحن نتحدث عن 45 موقع عسكري، عن قاعدة متقدمة للاستخبارات تم اقتحامها وأسر وقتل من فيها، والاستيلاء على كل ما فيها من معلومات، حاجز إيرز الذي يعتبر نقطة سيطرة وتحكم للمخابرات الإسرائيلية، أيضا تم يعني القضاء عليه واعتقال 3 ضباط مخابرات كانوا فيه، اعتقال ضباط برتب عليا. فبالتالي يقول الجيش بشكل صريح وواضح: لا نعلم ما هي خططنا التي بيد حماس، لا نعلم ما هي اتصالاتنا، أكواد الاتصالات، هناك أطنان من المعلومات حصلت عليها حركة حماس، بحاجة لأن طيب نعرف أستاذ أبو العدس.